الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إن شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعات الذكرى فيذكر ما يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا طيبا مباركا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا فسبحان لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا ومن تاب عمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله مالك الملك العظيم في سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دولش нас радовали чтобы наши дети выросли праведными богобоязненными людьми наши потомки внуки у кого есть чтобы Аллах Субхану Тааля дал свой джаннат нашим предкам которые ушли из этого мира الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ورسوله فقط دلال دلال بعيدة اللهم صل على حاز نبي كريم وعلى اله وصحبه وسلم اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته فاشرنا في زمرته ما لدينا